السلام عليكم، مرحبا بكم من في قناتي المتواضعة عالم حمو جوجو. أتشرف بمعرفتكم ووجودكم، تابعوني فضلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايلك وصفة جديدة حصري على قناتي، البيف باستري بالقشطة والكريمة. فأنا جايبة البيف باستري، هرصها عندي في الصاجة هنا وحطها، طبعا ادخلها في النار. رصيت عندي عجينة البيف باستري، دلوقتي هتدخل معايا في الفرن. هاخد معايا دلوقتي البيف باستري بعد ما طلعت من النار، واحطها عندي هنا في البولة. كسترة هنا عندي. بعد ما حطيت البيف باستري حط عندي القشطة، طبعا هحط القشطة كلها. حاطه دلوقتي طبقه القشطه اللي عندي، دلوقتي احط مربى فراوله، حطها طبعا فوق القشطه. دلوقتي حطيت مربى الفراوله اللي عندي، طبعا رصيتها بالفرازم شايفين كده. دلوقتي بقى هجيب الكريم شانتيه واحطها فوقيها. حطيت دلوقتي زي ما انتم شايفين كده كريم الشانتيه. دلوقتي طبعا هحط طبعا البيب باستر تاني. حطيت دلوقتي كمان طبقة البيض باستري زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى حط اي فاكهة عندي، لو عندك اي مكسرات تحطيها، لو عندك اي فاكهة تحطيها، بتبقى جميلة جدا. حسب طبعا الموجود عندك. فانا دلوقتي عندي فراولة وعندي طبعا عنب بحطها، هتشوفوا دلوقتي زي ما انتم شايفين. حطيت دلوقتي الفراوله وبحط العنب، وزي ما قلت لكم اي فاكهه عندك تبقى جميله جدا. ودي وصفه حلوه جدا، جربوها. اهي حاول اشكل معاكم. ولو عندك مكسرات حطيها، مش مهم فاكهة بس. حبيت انا اوريها لكم. اهي يا جماعة كده انا حضرت معاكم البيض باستري بالقشطة والكريمة. احب اوريكم الطبقات بتاعتها. دلوقتي جبت طبق وتشوفوا معانا البيبستري بالقشطة والكريمة. زي ما انتم شايفين دلوقتي وصفتنا الجميلة اهي، هنحطها طبعا منها بالطبق اهي يا جماعة. بجد وصفة حلوة اوي، جربوها. البيف باستري والقشطه والكريمه بجد بجد وصفه هتعجبكم جدا. اول حاجه هنحط البيف باستري، وبعد كده هنحط القشطه الجميله بتاعتنا، وبعد كده هنحط طبعا طبقه من مربى فراوله، وبعد كده هنحط الكريم شانتيه اللي عندي، وبعد كده نحط البيف باستري، وبعد كده هنحط الفواكه، اي فواكه عندك او اي مكسرات. بجد هتعجبك، يا رب تعجبك، يا رب تجربيها. بجد الوصفه دي حلوه قوي قوي. ومع السلامه.